قلت لك يا يوسف مون قبل ما نطلع. خلاص يا سعاد، ايه اللي حصل؟ مفيش فايده، دماغ ناشفه. خلاص بقى ما تعدي يومك ده على خير. قطعت مني بنزين، فلو في جيركن زيادة ولا حاجة بس يبقى خير وبركة. ولو قطعت بنزين تشد برضو، المنطقة خطر. اللي حصل تهنا تهتو. انتو مين؟ انا والمدام. بص بقى، أنا حكاية المدام دي مش واكلة معايا. إيه اللي يجيبكم منطقة مقطوعة زي دي؟ لا إذا كنت ولا مؤاخذة يعني بتعملوا حاجة مش تمام. ولازمته بس الكلام ده باشا، أنا بقول لك دي المدام. خلاص بقى كبير، عديها له. يا عم يعدي لي إيه؟ أوريكوا قسمة الجواز يعني؟ في حاجة يا يوسف؟ لا أبداً مفيش أي حاجة يا مدام. صباح القشطة. خش جوه العربية. خش جوه العربية واقفل الباب. تمام تمام متشكرين تمام. ثمن البنزين ها؟ أنا ما تمنيش فلوسك، أنا شوي في حاجة ثانية خالص. في إيه؟ ملعون ابو كوابيسك يا جدع، بقالك شهرين مركبني الرعب. انت ايه ملبوس؟ معلش هانت، كل 4 شهور وتخلص مني. استهدى بالله يا جدع، استهدى بالله. اهو كلها كم شهر هتخرج وتشوف جماعتك وابدا. انت قلت لي صحيح الواد اسمه ايه؟ هيثم. عشت الاسامي. لسه تمام 5 سنين. ملحقتش عيد ميلاده. 60 يوم بلالي وما اعرف. مشوفتش الواد ولسه فاضل 4 شهور كمان. خايف اطلع من هنا الاقي الواد ناسي شكلي. يا عم انسى شكلك ايه؟ ده الواد الخارق النطاق، واذا كان على كام شهر دومت هيعدوا على طول وهتخرج وهتزهق منهم كمان وبقول عرف ايه. الا صح يا يوسف ما تاخذنيش يعني. انا لاحظت ان جماعتك ما جاتلكش الزيارة اللي فاتت. وانتم قايرين من بعض ولا حاجه؟ روح كمل نومه.
الكاوتش ده ما كملش معايا اسبوع يا سمر. يا بيت الكاوتش زي الفل، انت بس اللي رجليك تقيله حبتين، وبعدين ما انا مطلعه لك لمؤاخذه من السلوفان. الكلام ده ما ينفعنيش وماليش فيه، الكاوتش ده مضروب يا حبيبي، هات ياد الخمس بواك راح اجيبهم من التوكيل احسن، على الاقل مش هيسرقني زيك. خمس ايه؟ اعلى ما في خيلك ولا مؤاخذه. لا تستعبط يالا، انت هات الفلوس يا عم، هات الفلوس. انت ما تعرفش انا مين؟ اما هتكون مين؟ انا هعرفك انا مين. هتكون مين يا والله العظيم ما هسيبك واخد فلوس ايدك يا صنبل. يا معلم الاستاذ خرم الكاوتش وعايزنا مؤاخذه يلبسنا غلط. يا معلم الواد ده حرامي وعايز يسرقني، مركب لي كاوتش نص عمر على انه جديد. فين عربيتك؟ عربيتي هي يا معلم. الاستاذ تركب له كاوتش جديده وانا لما ارجع ليه حساب معاه. بس انا يا معلم والله في كله برنس ما يقولش غير الكلمه مره واحده يرحم. حاضر يا معلم. مرضي انا هغيب ساعتين زمن وعايز ارجع ما الاقيش عسر العربيات دي كلها. هوا هوا. حاضر يا معلم. نزلني الفردتين اللي فوق دول يا ابني الستاشرات. حضرتك احنا هنا عندنا حاجات كتير، في الساونا وفي الستيم والجاكوزي وطبعا في المساج، في المساج السويدي ده هيريح عضلات حضرتك، وفي كمان التايلاندي هو بيبقى اجمد شويه بس مفيش مصري برايفت. يعني قصدي حضرتك ايه؟ انا مراتي مش في شقه ومسافره، تاخدي كام في المشوار ده؟ شقه تاخدي كام؟ ايجار هي يا استاذ، وانت فاكرها بيت دعاره ولا ايه؟ يا سعاد مالك في ايه؟ تعالي الحق شوف الاستاذ عايز ايه. طب ممكن حضرتك تتفضل جوه وانا احصلك حالا؟ اتفضل هنا. استغفر الله العظيم، عالم زباله، امتى ربنا يتوب علينا من القرف ده؟ وات صوتك مدام سيدي تسمعك. بقول لك ايه، معلم سعيد مستنيكي جوه. عايز مني ابني الهرمه ده تاني؟ مش عارف. صباح الخير يا معلم. صباح القشطه يا قشطه. لو سمحت في السيجاره، السجاير ممنوعه في اوضه المساج. طب فكرت في اللي قلته لي كاسوسو؟ انا مش عارف انت مثبته في الواد الخيبان ده ليه، مع انك معايا هتكسبي كل حاجه. واد يوسف جوزي مش واد، يوسف راجل وسيد الرجاله كمان. بنت انا عاوز على مصلحتك كمان. سيب ايدي، ياكش تكون فاكرني من الزباله اياه. يعني دخل الراجل السجن جوه وكمان تلعب على مراته؟ اخس، ما كنتش قادر تصبر عليه لحد ما يلاقي شغل. انا قلت لك ان انا في نيتي اكتب عليكي واخرجه من الحبسه اللي هو فيها، بس نتفق. مفيش اتفاق، كلها كام شهر ويطلع وحده. كام شهر ولسه بقى لما اقدم بقى الوصولات كل وصل توبوا يا دوبك ست شهور، يعني على ما يخلصهم تكوني اتحلت على المعاش. لكن لو اتفقنا برضه مفيش اتفاق، وبشوف لك مكان تاني. كاتبه ايه يا متر؟ بقراه، ما تعتديش هم. سيبيهم يجعجعوا، المهم في الاخر الحكم اللي هيطلع من المحكمه بعد اسبوعين. انت مالي ايدك من الموضوع ده ولا ايه؟ ما تقلقيش يعني. اكتر كلمه في الدنيا بتوترني كلمه ما تقلقيش دي. لا حول ولا قوه الا بالله. وهو انا قصرت في حاجه يا دكتوره؟ مش مطمنه الوليد الزفت. تفتكر هيوافق؟ والله مش عارف اقول لك ايه، ان شاء الله يوافق. صباح الخير دكتوره نهاد. صباح الخير. الريبورت ما جاليش لغايه دلوقتي، هاتهولي بسرعه من فضلك. ساعه ويكون على مكتب حضرتك. ايوه يا دكتور معاك. وحتى لو ما وافقش انا عندي الحاجه اللي تخليه يوافق. حاجه ايدي. بسرعة يا سعد. مواعيدك مش مظبوطة يا دكتور. أنت عارف يا وليد لازم تزود نص ساعة على ميعادي. إيه ده؟ أنت لسه ما تقلتش؟ ده إحنا في بابة. بابة؟
بابه، خش واقفل البوابه، زرع اكبر في بابه مش هتلاقي حتى اللبابه. طبعا انت مش فاهم ولا كلمه من اللي انا قلته ده، وانت اكيد مالكش في جو الفلاحين. معلش يا وليد، ممكن تنقل على الكرسي ده؟ عشان الكرسي اللي انت قاعد عليه ده بتاعي. اتفضل. ما تستغربش، انا بقعد في الكرسي ده من 40 سنة. هتقول لي اشمعنى؟ اقول لك، الكرسي ده هو الوحيد في المكان اللي جايب شارع عبد الخالق ثروت من اوله. يا سلام على المكان ده، المكان ده بيفكرني بمصر، مصر بتاعت زمان، والبشوات، البشوات اللي بحق وحقيقي، مش البشوات بتوع اليومين دول السكة. وليد، شايف الراجل البركة اللي هناك ده؟ اهو الراجل ده من حوالي 15 سنة كان عنده جورنان صغير كان بيكتب فيه، كان عنده بيت عربية بسواق وعايش حياته فل الفل وعالي العالي. فجأة كبرت في دماغه، استلم واحد من الكبار قوي المهمين في البلد، استلمه كم مقال ترياقة كده. لكن صاحبنا التاني بقى كان دمه تقيل وما بيحبش الهزار، راح مولع له في الجورنال. كان معاه محامي عقد طربخ القضية، ومن ساعتها يا ولدي الراجل زي ما انت شايفه كده. تحب احكي لك تاريخ المكان ده من ساعة ما بدأ لغاية هذه اللحظة؟ لا 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 لا، معلش انا مستعجل، ممكن نخش في الموضوع؟ فين السي دي يا وليد؟ شاهلي شوية يا زينب، سليم بيه مستعجل. ويطلع مين سليم بيه ده يعني؟ يخرب بيتك بقى، ما انتش عارفة سليم دربالة ده أشهر متر في مصر، كل زباينه معديين يا بنتي، اشي وزراء على رجال أعمال على فنانين. طب انت سمعت عن قضية عباس سند؟ مش ده الجدع اللي قتل البنت الممثلة دي؟ جدع؟ أو سليم بيه بقى هو بقى اللي جاب له البراءة، طلعه من القضية زي الشعرة من العجين. راجل فسدان يعني؟ فسدان ده يا بنتي أعظم محامي في مصر، ما خسرش ولا قضية لحد دلوقتي. كلام في سرك يا بنتي يا زينب، هو موعدني ده وابني يتخرج من الجامعة بإذن الله، هيشوف له شغلانة حلوة قوي. أنا هرغي معاكي ليه؟ ما تمتزي يا زينب، بلاش لكاعة يا ساتر. بترشيني يا دكتور؟ بترشيني؟ حاسب على كلامك يا وليد، دي تهمة ممكن أقضيك بيها. أمال بتسمي الشيك بمليون جنيه إيه؟ أقعد أقعد وبلاش دوشة كدابة، واهدى اهدى. منور الدنيا يا دكتور سليم. تمرني بحاجة تانية يا سعادتك؟ شكرا، مستغناش. أي خدمة بيه. يا أخي اعتبرها مكافأة نهاية الخدمة. مكافأة؟ شكرا يا متر، بس أنت عارفني كويس ما بقبلش هدايا من حد، يعني تقدر تقول كده لسه شريف. أنت متأكد إنك شريف بجد؟ يعني ما عملتش حاجة كده ولا كده ومخبيها على المدام؟ معادنا في المحكمة يا متر. إيه ده؟ إيه ده؟ أنت جبت الصور دي إزاي؟ عمرك ما سألت نفسك أنا جبت دليل براءة عباس سند إزاي؟ مش هتعرف، إذا كان هو نفسه ما يعرفش، المهم إنه خد البراءة. أوعى تكون فاكر إن الدليل اللي مع النيابة هيحميك، أنت لسه صغير يا ابني ما تعرفنيش، فكر كويس وبلاش تخسرني. فين السي دي يا وليد؟ أنا ما بتهددش يا دكتور. ما تخلينيش اطلع غسيلك الوسخ قدام مراتك في المحكمه. مع السلامه يا متر. براحتك، بس خليك فاكر الراجل الغلبان صاحب الجورنال اللي حصل له ولده، والمحامي اللي طرمخ القضيه. سلام يا ولد، خلي بالك من نفسك يا ابني.
خلصت الترابيزة؟ يا الحركة اسود، ده المأمور هينفخك. وإيه جو السيما الرخيصة اللي انت عايش فيه ده؟ هتكتب طمانجة قبل كاش؟ انت خروف يا دي هدية كده عاملها الواد ابني، عيد ميلاده كان أول امبارح. اتربى في عزك يا صاحبي، طب شوف بقى هتقول إيه للمأمور. لا الله، نفسي أخرج من هنا بقى أعرفه، عايز أخد الواد ابني وأبط. الواد بس وجماعتك؟ أخدها رخرة يعني، هسيبها لمين؟ مع إن طمعها ده هو اللي رماني الرمية السودة اللي أنا فيها دلوقتي. أنت مش اتحبست علشان ما سددتش تمن الشقة؟ وهي كانت شورت مين الشقة دي؟ مش كانت شورتها؟ ما كنا عايشين في الشقة الأولانية وكافيين خيرنا شرنا. أي نعم كده قد الحق، بس كانت مكفيانا وراضيين. النسوان كلها كده؟ لا مش كلهم كده، عارفه مش كلهم كده. عارف ياض، لو يرجع بيا الزمن لورا ما كنتش سمعت كلامه ولا مضيت على وصل امانه واحد من اللي انا كنت مضيت عليهم. بس يلا تقول ايه بقى؟ والجدع الجاحد كل ما يشم خبر ان انا خارج يروح مقدم وصل امانه جديد، انا مش عارف اخرتها ايه. ربك كبير يا صاحبي، خليها على الله. يوسف يا مكبوت، البنت مامو عاوزك. خير؟ مش عارف، شاهد يلا وحصلني. البس. خلي ده معاك لحد ما يوسف. فاضي يا باشا، اخبار الترابيزه ايه يا يوسف؟ طبعا لسه ما خلصتهاش. لا سعادتك هي بس عايزه شغل كتير. ما خلصتهاش ليه؟ مش مالي عينك؟ لا العفو يا باشا، ما اقدرش اقول كده. لا مش ده القصد خالص. قصد ولا ما قصدش، اي واحد تاني يخلصها. طب يا باشا معلش اديني ساعتين زمن انا هشتغل فيها. قلت لك خلاص، هترغي ليه؟ انا بس مش عايز سعادتك تبقى متضايق مني يعني. لا مش متضايق ولا حاجه. مبروك. مبروك على ايه سعادتك؟ الافراج. افراج ازاي يا باشا؟ مش مهم ازاي، المهم انك افراج وهتطلع دلوقتي حالا. امضي هنا. بس انا اعرفه باشا ان انا لسه لي كتير. ظهر امك ده عيالك. الله يرحمها يا باشا. مدكور خده واطلع الاسم حالا، تيجي هنا قبل ثلاثة. أمك يا باشا. ايه يا يوسف؟ عايز تقول حاجة؟ لا يا باشا مفيش. اوعى تنساني يا يوسف، لساني حبة هنا. عيب عليك، أنت أخويا عارف. يلا يا عرفة، مش ناقصين مشاكل وحياة أبوك. ايدك يا يوسف، يلا بينا. كوبيسك هتوحشنا يا يوسف، وبسلمنا على الواد هيثم. ما اتفقتها يا يوسف وسيبها على الله عشان المركب تمشي. كله على الله يا عم مدكور، كله على الله. بقول لك ايه؟ ما تجيب محمولك اعمل ديال المدام. مش قادر تظبط. معلش بقى. خلي بالك الواجب ده ما بيتعملش لاي حد. على راسي يا عم مكتوب. خلصنا الرصيد بقى. لا يا عم هي دقيقة واحدة. انت مش مسامع في الدقيقة ولا ايه؟ ما بتردش. طب معلش. كلم واحد صاحبي. يا ياسين يعني مش انت ياض اللي دفعت الكفاله؟ ازاي يوسف؟ انا حد فلوس الكفاله. امال مين يا ياسين؟ معرفش. خش يا بس الاول. ماليش نفس. اديهم زي 50 هنا يا ابني. ليك وحشه يا يوسف والله. يعني مش انت اللي خرجتني يا ياسين؟ وراح ما دخلت بنا، ما عايزهمش عنك يا يوسف. انت ناوي تعمل ايه الاول؟
اخد هيثم سعاد ومكت قبل ما برنس يشم خبر ان انا خرجت. عاوز نصيحتي؟ كنت انت الاول. لكن سعاد وهيثم محصلوك على الراحه. البرنس لو قفشك هينفخك على 28. لا يا عم انا مش هسيبهم. انا هاخدهم ونطلع على اسكندريه محدش يعرف لنا طريق. وانت شغلك عامل ايه؟ والله بقالي شويتين كده مع واحد من الكبار قوي. سليم دربال اكيد سمعت عنه. مطلع عيني بالجزمه. وعلى كام؟ على 1200 جنيه في الشهر. وهو يقف يترفع نص ساعه بس ياخد له 5 6 مليون جنيه في كرشه. اه والله يا يوسف حوتك من غيرنا. قصة بتضرب أربع معالق. يا سعاد ما بتكلمكش؟ آخر مرة كانت من فترة كده. آه كانت عايزين أروح أدفع مصاريف حضانة هيثم. هو في حاجة؟ مفيش بس هي بقالها فترة متغيرة ومخففة في الزيارات. هي تعبانة ولا حاجة يا يوسف؟ يحمل عليها تقيل برضه. الواد هيثم ما شاء الله عليه كبر وبقى قد كده مطلع عينيه. هيثم برد من ساعة ما اتولد وكانت بتيجي وتزورني عادي. النظام كلهم كده. سيبك بس سيبك. كلها شوية وتقابلها وتقضي معاها وقت ظريف تعوضك عن أيام الحبس يا يوسف. إيه راح فين؟ روح أخده ونطلع على اسكندرية. خلي بالك من نفسك يا يوسف. طمني عليك وكلمني. بقول لك يا سيدي تفتكر سعاد تكون هي اللي دفعت الكفالة؟ معرفش. دخل المديرية يا باشا. بقول لك يا باشا وليد دخل المديرية. خلاص يا صبري هكلمك كمان ساعتين عشان تقول لي الأخبار. يلا. سلام. هتروح تفاول العربية وتجيلي على الساعة واحدة. ها؟ هتحاسبني على كل مليم صرفته. ما تقعدش تلف بالعربية يا فتحي وتخلص البنزين. البنزين غالي يا ابني واحنا بنتعب في القرش. ها؟ الواد بتاع البنزين اللي هيفول لك تديله 50 قرش بس. 50 قرش فقط لا غير. سامع يا فتحي؟ معاك فضة؟ معايا. يلا طيح. القانون الجنائي مش مادة حفظ. جو تمقيق العينين والصم ده ينفع في أي مادة تانية إنما في الجنائي لا. في الامتحان هسألك السؤال. لقيتك بتلف وبتدور عليا هديك صفر على طول في السؤال مش كده وبس. وهسقطك في الامتحان كمان وهنام وأنا ضميري مستريح. ليه؟ عشان حاجتين. الحاجة الأولانية إني حذرتكم وعملت اللي عليا. كونك كبرت الجمجمه وطنشتني اشرب بقى. الحاجه الثانيه ان الحاج امي الله يرحمها قبل ما تموت دعت لي وقالت لي روح يا دربالة ربنا يحبب فيك خلو. اللي ربنا هيكرمه فيكم ويترافع لازم يكون صايع يحاول يشكك القاضي في كل الادله اللي بتقدمها النيابه مش كده وبس ويطلعهم كدابين. ولو انت محامي عقرب صحيح ترفع قضية تعويض وتكسبها كمان. ايه يا بني ادم انت؟ وانا خلصت كلامي عشان ترفع ايدك؟ انت اسمك ايه؟ شحاتة. ايه؟ شحاتة. شحاتة؟ لا حول ولا قوة الا بالله. اسأل عاوز ايه؟ كنت عايز اعرف لو برضو المتهم مذنب ادافع عنه؟ ايوه تدافع عنه. اقعد بقى. بس انا بكده هكون مخالف ضميري. خلاص يا شحاته ما تخالفش ضميرك واعمل اللي انت عايزه. بس نصيحه مني يا شحاته فندي لو انت هتشتغل جنائي بالطريقه دي مش هتهوب ناحيه باب المحكمه ابدا ومش هيجي لك زبون واحد وهتبقى اسم على مسمى. هتشحت يا شحاته. شوف يا ابني وباختصار كده والكلام ده ليكوا كلكم وحطوا تحت الجملة دي مليون خط. الجنائي كافر. دك
اتفضل يا دكتور. صباح الخير. صباح الخير يا دكتور، معاك حاجة؟ لا. اتفضل. حضرتك تأمرني بحاجة تانية؟ تمام. طب حضرتك مرتاح كده ولا تحب أقعد لحضرتك ظهر السرير؟ قدامك كتير؟ لا خالص، أنا هقعد للبيه ظهر السرير عشان يستريح. لا امشي انت دلوقتي، أنا أعرف أريح البيه كويس أوي. ما تقلقش، كل حاجة تمام، المستشفى زي الفل، الموظفين قبضوا ومفيش ولا جنيه متأخر علينا. أنا بس مش مطمنة، عندي إحساس إن وليد رفض. مستحيل، مليون جنيه مبلغ مش قليل. إن شاء الله خير. عادي كامتة مع سليم؟ خلاص كمان شوية. طيب روحي انت دلوقتي ولما تخلصي عدي علي. ريال بسالي سليم على السي دي. أستاذ وليد، مساء الخير يا فندم. استريح. أنا مش مأكد على حضرتك، كذا مرة ما تجيليش هنا قبل ميعاد القضية. حصل. بس دربال عرض عليا مليون جنيه علشان أغير شهادتي. مليون جنيه؟ وأنت قلت له إيه؟ هقول له إيه يعني؟ رفضت طبعًا. نعم. ليه؟ إيه ده؟ هو حضرتك كنت عايزني أقبلهم؟ أنت عارف لو كنت قبلتهم؟ كان زمان دلوقتي موضوع خلصان في خطة واحدة، ويا سلام بقى لو كنت سجلت له. ما هو المشكلة ان هو هددني. وده طبيعي، بس مجيك هنا النهاردة بوظ كل حاجة. ليه بس؟ لان زمان دربالة دلوقتي عارف انك هنا، وهو مستعد يعمل اي حاجة عشان يمنع شهادتك في المحكمة. ايه؟ اي حاجة يعني ايه؟ اي حاجة يعني اي حاجة. دلوقتي ما قدمناش غير حل واحد. مدام انجي، ايه اللي خارج كده؟ فاضل دقيقتين ونبقى هوا. معلش الدائري كان واقف، وليد خليك معايا ثانية واحدة. الو يا انجي، يا انجي اسمعيني. واحد معاهم كان خالد. وليد هكلمك تاني، قدامي دقيقة وهبقى هوا، هكلمك على طول. بس لازم اقفل دلوقتي، باي باي. يا انجي. ازيك يا انجي؟ انا اسفه قوي على التاخير، اسفه اسفه بجد. جاهزه؟ جاهزه. تمام. 5 4 3 2 1. اهلا وسهلا بيكم مستمعينا في حلقه جديده من برنامجكم ايه اللي يهمك. موضوع حلقتنا النهارده موضوع مهم جدا، هنتكلم عن العلاقات الزوجيه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عايز أرخص جهاز عندك. تحت أمرك. اتفضل. ده بكام ده يا باشا؟ ده عامل 175. طيب طب حط لي فيه خط واشحن لي مثلا ب 20 جنيه. تحت أمرك. شكرا يا صبري، لو وصلت لأي حاجة جديدة بلغني. سلام. دكتور سليم. أهلا. ازاي يعني؟ تشرب ايه؟ لو لازم يعني قهوة. مظبوط قهوة مظبوط للدكتور ونسكافيه بلاك، ومحدش يدخل علينا خالص.
الا القهوه والنسكافيه طبعا. اتفضل يا دكتور. طمني ايه الاخبار؟ وليد اختفى يا مدام. ازاي؟ ردي بقى سعاد. عفريت ولا ايه؟ انت خرجت؟ لا لسه شويه. مش لسه لك حب؟ وحشتيني. محتاج اخد الحب دول معاكي.